ما هي طبيعة تلك الانفجارات التي هزت كييف منذ قليل؟ طبعا معلومات شحيحة، ولكن نفهم بأن القوات الروسية تقوم بتحطيم البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحاول أن تسيطر على الممرات التي تذهب إلى جيتومر من العاصمة، وكذلك تسيطر على المناطق الشمالية والشرقية. إذن هي تضرب البنية التحتية كما قامت بقصف برج البث التلفزيوني في قلب العاصمة، وأدى ذلك إلى وفاة 5 أشخاص لحد الآن، والعدد مرشح للارتفاع. إذن نلاحظ أن القوات الروسية بدأت بقصف المدينة بطريق مباشر، يعني هذا القصف يعني ممكن أن يأتي إلى بيت أو يأتي إلى بنية تحتية اجتماعية وتكون يعني مدمرة لحياة المدنيين. طيب سيد أوراغ، الآن توقف البث التلفزيوني الرسمي في أوكرانيا، توقفت الإذاعة. هو طبعا هناك محطات بديلة تحركت، يعني هناك لأن الدولة لديها الخيار البديل، وكذلك التواصل عبر الإنترنت، يعني الذهاب إلى اليوتيوب والذهاب إلى منصات أخرى للمحطات الإذاعية والتلفزة الرسمية طبعا. لكن البث الذي يأتي من البرج طبعا توقف، لأن تم قصف البرج وقصف المحطة الكهرباء التي تغذي هذا. يعني ما زال يعمل الإعلام الرسمي الأوكراني؟ ما زال يعمل؟ نعم، الإعلام فيه تواصل، وكذلك هناك تواصل عبر قنوات أخرى، طبعا لا أريد أن أذكر ذلك على الهواء. يعني لا أحدثك عن الإعلام الرسمي، يهمنا الإعلام الرسمي، ما زال يعمل. نعم، الإعلام الرسمي على تواصل مع المواطنين بعدة طرق، وهناك طرق بديلة وعبر الكثير من شبكات التواصل. طيب، والتي يعرفها المواطن الأوكراني. أنت تظهر معنا الآن عبر الإنترنت، معنى ذلك أن الإنترنت مستمر بشكل جيد في أوكرانيا. ماذا عن الكهرباء؟ ماذا عن بقية الغاز؟ ماذا عن بقية الخدمات؟ نعم، الخدمات وكأننا لسنا في حرب، يعني الحكومة والبلدية نعم سامعكم. نعم تفضل أنت. البلدية تقوم بكل بقصارى جهدها لتأمين هذه الخدمات الحكومية. هناك يعني التدفئة المركزية متوفرة، خدمات سكنية، المياه الساخنة، يعني تنظيف المدن، التوعية، يعني الخدمات الحكومية على أحسن مما كانت عليه سابقا. يعني أمور يعني تؤكد على أن السلطات الأوكرانية تواصل يعني تقديم واجبها أمام المواطن الأوكراني، والمنظومة المصرفية تعمل، يعني ممكن أن تذهب إلى المتجر وتستعمل بطاقات الائتمان. كل الأمور يعني متاحة.